السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش دير لايك للفيديو، دير سبسكرايب معك، يعني اشتراك. يعني بزاف الناس كيشوفوا الفيديو ما كيديروا والو، حاولوا تدعمونا. اي فوالا، دابا ان شاء الله غادي نتكلم لكم اون ديتاي على الجديد ديال التعليم الاولي. كتكون معليك ما بيك وانت كتصفح في الفيسبوك، انت كتخرج في هذا الاعلان هذا اللي كيبان لك بحال هكا، تعلن المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي عن توظيف مربيات ومربي التعليم الاولي. كتبغي تزيد تتعرف اكثر؟ بالنسبه للمنصب راه باين، المستوى المطلوب باين، السن راه باين، العقد العمل كيكون سنتين، والعمل في المناطق القاطنين بها، والصالير هو السميك اللي كنا تكلمنا عليه قبل او لا ديجا في الفيديوهات ديالنا. من بعد كتمشي تقلب اهم حاجه اللي كتهمك انت، وهما المناطق اللي طالبين هاد المناصب هادو. كتجي هنا كتلقى الاقاليم، كتلقى قلعه سراغنا، افران، الفقيه بن صالح، فيقيك، بوجدور، بركان، وجده، العيون، الصويره، جراده، طنطان، اسازاق، العيون، سيدي بن نور، سيدي افني، قلميم، خنيفره وغير ذلك. وهما راه كاين كتر من هاد الاقاليم هادو، دونك كاين اللي يشوف هاد الشيء ما يلقاش المدينه ديالو، وما راه كاين اكثر، وكاين اللي يلقى المدينه هنا ديالو مثلا الصويره او قلعه السراغنه، راه يقول شحال طالبين، واش جوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا 12. دونك باش تزيد تعرف على هاد الشيء اكثر، غادي نمشيو للموقع ديال هاد اف ام بي اس، وغادي نتعرفوا اكثر على جميع المدن وعدد المناصب في كل مدينه. بالنسبه للعدد اللي طالبين راه 2053، 2053 منصب، يعني راه بزاف، يعني تولي عندك حظوظ كبيره انك تقبل. نمشيو للموقع ونشوفوا هاد المدن كامله وعدد المناصب اللي طالبين. اذا نمشيو للمتصفح، واول حاجه ندخلوا لها هي جوجل، يعني محرك البحث، وغادي نكتبوا اف ام بي اس، يعني المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. من بعد غادي تعطينا المواقع، الموقع ديال المؤسسه، ودريم جوب هذا الموقع اللي كيعطينا الجديد. تلونسا دابا دو جوغ باش تلونسا هاد لوفر. فوالا، ملي كندخلوا الموقع تنشوفوا اول حاجه كنشوفوها وهي عدد المناصب 2053، كيف سبق ديجا قلنا اول حاجه تنشوفوها وهي عدد المناصب. كيف ما كتشوفوا عدد المناصب، عندنا هنا 2053 منصب. نشوفوا التاريخ، تاريخ 10/5/2023، يعني قبل بيومين. بالنسبه لاخر اجل، ما كاينش اخر اجل، بلا ما تصدوا راسكم، اخر اجل عندهم هما ملء، او لا يعني عمروا المناصب، ديك المناصب اللي خاويه خصها تعمر، هذا هو اخر اجل. ملي كتعمر المناصب صافي كيقول لك ما كتبقاش عندك فرصه، او ما كتبقاش عندك الدفعه للمره اخرى. بالنسبه للوثائق المطلوبه او الشروط، كاين هنا شهاده البكالوريا فما فوق، القدره على تعلم الممارسات التربويه الجيده، السن كما قلنا 20 حتى 35، دونك هادشي راه ولا مفهوم وباين. عندنا في الاخير القدره على العمل وغير ذلك، ثم مهارة التواصل الشفوي والكتابي، يعني تكون تعرف تهضر ما كتسكتش، فهمتي؟ يعني تكون يسولوك ما تبقاش ساكت، المهم الميساج توصلوا لهم بشكل واضح، هذاك الشيء يكون كلير. ايجاد اللغه العربيه والفرنسيه، يعني ضروري تستعمل شي كلمات باللغه العربيه والفرنسيه ملي كتكون تهضر، ضروري تستعملهم. يعني هذه هي ايجاد اللغه العربيه والفرنسيه، ماشي زعما تكون كتميتريزي تكون حد ليكسبير في هذا الشيء، هذا ماشي بالضروره. ومن في الاخر كتلقى اعطاء الاولويه لابناء الدواوير. دونك انت باش تعزز الفرصه ديالك في الحاله هذه، خصك تدفع للدوار اللي انت كتنتمي ليه. شهاده البكالوريا غادي نحكر عليها بزاف، شهاده البكالوريا فما فوق، كيف ما كتشوفوا ديما تيذكروا شهاده البكالوريا، اجازه قليل. دابا داروا كتبوا فما فوق، ما قالوش هو الاجازه او الاجازه. علاش الناس ديال البكالوريا عندهم فرصه اكثر من اصحاب الاجازه او لشواهد اخرى؟ باش نزيد نوضح لكم اكثر، راه هادشي تكلمت عليه في الفيديو السابق في ديال الانتقاء في التعليم الاولي. الناس ديال البكالوريا هما الاولين اللي كيسبقوهم وصحاب التجربه. هنا بالنسبه لطريقه التسجيل كنا ديجا تكلمنا عليها، رجعوا للفيديوهات السابقين وغادي تلقاو داكشي كامل. دونك هنا نمشيو نشوفوا الاعلانات الحديثه ديال هاد المباراه هادي، نشوفوا المدن ونشوفوا عدد المناصب. هنا كنشوفوا في مدينه فيقيك عندنا 37 منصب، بالنسبه لمدينه افران كنلقاو 14 منصب، بالنسبه لمدينه سراغنه قلعه سراغنه اللي كانت قبيله في الاول عندها 71 منصب، الفقيه بن صالح 16،
وجدة عندها 30، سيدي برنور عندها 93، الصويرة 50، ورزازات 47، الدار البيضاء 10، خنيفرة 60، الحوز 109، أزيلال 180. أزيلال راح هذا الإقليم اللي هو كبير، كيتواجد في جهة بني ملال والفقية بن صالح. كذلك عندنا الجديدة، عندنا بن سليمان، عندنا المهم عدد المناصب راه تبارك الله داكشي كتير. فوالا هادشي كان، شحال من مدينة كاين، شفشاون، كاين مراكش، كاين ميدلت، كاين دريوش، تين غير مكناس، فرو، تطوان، تاوريرت. دونك شحال ديال المدن اللي ما تذكروش في الفيس، كندخلوا الموقع تلقاو المدن كاملة، وكنلقاو عدد المناصب اللي طالبين فيها. واحد الإضافة باش تكون كيف ما كنقولوا انك تكون قريب، يعني تدوز او لا يعيطوا ليك للشفوي، خاص تكون عندك البكالوريا ياك، تكون انت كتنتمي لذاك الاقليم اللي باغين فيه ذاك المنصب، بالاضافه تكون عندك تجربه. دونك هنا كتكون عندك واحد الاحتماليه ديال 70% انهم يعيطوا لك. فوالا هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. وما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، يعني راه بزاف الناس يشاهدوا لا فيديو ديالو ما كيديروش ابوني، دونك باش تبقى لونسي لكم الجديد. والله يعاون.